اجا مهند. انت وسمرة متزوجين؟ مين في؟ عم انا مرتك. تعال تعال اقعد. صحيح اللي سمعناه؟ لك انت شو عم بتساوي هون؟ اليوم عرفت كل شي عنك وكشفت كل العيبك. انتو طردتوها لسمرة لشو راكد وراها لهون؟ ها؟ مو على اساس قلعتوها وما بقى بدكن تشوفوها ابدا؟ معناها مزبوط؟ عن جد متجوز؟ عودهم مثل البشر واحكي لنا كل شي من الاول. شو قصة الزواج هاي؟ لك حتى ابوك امك مانك قايلن. لو اعرف كيف ضحكت على هالبنت يمكن زواجكم كله كذب، وبيجوز تكون ورجتنا على دفتر عائلة مزور. حبيبي طول بالك وزين كلامك. كيف ورطت البنت؟ احكي لشوف. اذا كان متزوج البنت وين الورطة؟ كيف بدك يعني صدقوا لهاد؟ احكي مهند. انت تزوجت البنت؟ جاوبني. ايه انا تزوجتها ودفتر العائلة حقيقي، زواجنا قانوني 100%. قدرت تعرف بيتي وما عرفت انه الزواج مزبوط؟ وعم يحكيها بكل بساطة. معقول ابني يتجوز بدون علمي؟ امي لا تكبري الموضوع. حتى عن اهلك خبيت. كنت بدي لكم بالوقت المناسب بس ما كانت الظروف منيحة لحتى خبركم. سمرة بتعرف انك قتلت واحد؟ ها؟ خبرت عن الحادث اللي عملته؟ قلت لها انك صاحب سوابق؟ خبرتها انك كنت مسجون؟ ها؟ مهند تعاقب ومش الحال. هيك صغر ما بيشرفنا. انت متخيل انه ممكن نقبل فيك؟ هدي اعصابك لو سمحت، هذا الموضوع ما بينحل باسلوب الخناق. من فترة محققين معه بموضوع مخدرات ملاكمة ورهانات وما بعرف شو. اللي انت كيف تجرأت ورحت لعنا على البيت؟ ومن وين جبت كل هالوقاحة؟ بكفي، طلع لبرا. نلع. ما سمعت شو عم بيحكي هاد؟ انتو سحبتوا الساحة لبنتكن، كنتوا ناويين تقتلوها يعني، وهلأ عاملين حالكم بتخافوا عليها؟ لك روح من وشي. مهند. نلع. مهند. مهند. لك انا رحت لعندكن واحترمتكن بس انتو رفضتوا تستقبلوني فهتلتوني وطردتوني من بيتكن. لو قتل ابوكن ما كنتوا ساويتوا هيك. وهلا انا رح اطردك. ما بدي اشوفك بالبيت. نلع. انا رح ورجيك هالبنت ما رح تبقى هون، رح اخذها معي بالقوه. ما فيك تساوي شي. عم تتحداني؟ طيب بكره بتشوف. انتوا قلتوا انكم تبريتوا منا وهلا انا المسؤول عنا. يلا نقلع من هون ولا تورجيني وشك مره تانيه. رح تدفع الثمن غالي. اخي طول بالك، صار غلط وبتصلح. يا هذا مو اي غلط، لازم يدفع ثمن الشي اللي عمله. ما لك روح بلط البحر احسن لك. ماشي الايام بيناتنا. يعني شو بيعمل لك اكثر من هيك؟ الولد عم يقول انه نتزوجوا، هن بالغين راشدين والزواج قانوني. رح ادفعكم ثمن هالشي غالي. رح اورجيكم مين نحن. نتواجه. شو يعني نتواجه؟ شو يعني عم بتخوفني؟ الايام بيناتنا. رح تشوفوا شي ما رح يعجبكم. ولك انت مجنون شي؟ كيف بتتجوزها للبنت؟ مالك علاقة. شو هالمصيبة؟ انت شو ساويت؟ معقولة تتجوز بالسر؟ ولا اضرب انه البنت حامل؟ رح يجيك منا ولد. لك انت خرج تجيب ولد وتربيه. لا تخافي ما في ولد، سمرة سقطت الجنين. اصبح ليش تتجوزت لكان؟ ها؟ شو يلي جبرك على هالفوتة؟ امي بكفي، حاش تضغطي علي. ولك انت جحش، كيف بتعمل هيك شي لحالك من غير ما تخبرنا؟ طالما انك ناوي تتجوزها للبنت، ولك ليش ما خبرتنا؟ كنا رحنا لعند الجماعة وطلبناها. بحياتنا ما عرفنا الشرطة والمغافر غير على ايد حضرتك. عجبتك هالبهدلة يعني؟ لك انت خرجك زواج؟ ها؟ ما في اي مصلحة بايدك. انت عندك القدرة تفتح بيت وتعيش لحالك؟ رحت لحالك لعندهم؟ لولا لطف الله كانوا قوصوك.
يا ريتها بنت حلوة وبتستاهل. اجت لزقت فيك وورطتك بالزواج. لك كيف بدك تعيش ومن وين بدك تصرف على البيت؟ بكفي بقى بكفي. معتمد على حالي وماني بحاجة حدا. لا تخافوا ما رح كلفكم بشي. بعرف حالي قد الفوتة. فهمتوا علي؟ مهند ورجينا شطارتك. مهند طول بالك لوين رايح؟ حل عني. لا تطلع وانت معصب. انت خليك على جنب. طيب على قليلة قليلة وين رايح؟ مهند وقف.